بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم أخواتي، مرحبا بكم عندي في القناة. إن شاء الله يا ربي تكونوا مزيانين وفي أحسن الأحوال ديالكم. وانتم كتشوفوا هذا الفيديو يوم البنات، جيت نشارك معكم هذا القنينطات، قنينطات بالكفتة والخضر والشعرية الصينية، كيجيو روعة البنات وكيجيو مقرمشين. انتم كيف كتشوفوا البنات كيجيو روعة البنات ولذاذين، هاد الحشوة هادي غزالة البنات. إن شاء الله بإذن الله تجربوها وتنال الإعجاب ديالكم بإذن الله. وقبل ما ندوزو البنات المقادير، دايما كنبغي نذكركم باش ان البنات اللي اول مره يزوروا القناه ديالي، كنتمنى انهم يدعموني بالاشتراك ويخليوا لي تعليقات ديالهم والجيم للفيديو. والبنات اللي معايا من قبل الوفيات، طبعا كنتمنى انهم يخليوا لي كومونتيرات ديالهم والتشجيع ديالهم باللايكات، باش ان شاء الله نزيد نشارك معكم فيديوهات اخرى ان شاء الله باذن الله. ودابا ان شاء الله يا ربي غادي ندوزو للمقادير. بالنسبه للمقادير غادي نحتاجو البنات الكفته، الكفته طبعا على حسب القياس البنات ديالكم شحال بغيتو تعملو ديال القنيطات. غادي نحتاجو الفطر هنايا البنات، والفطر انا عندي هنايا مجمد كنقطعو كنعملو في الكونجيلاتور، ممكن تستعملو في هذاك ديال البواطات. غادي عندي هنايا بصله كبيره مشلطه، قرع واحد القرعه خضراء محكوكه، جوج ديال الخزوات او التعده محكوكه، وغادي نحتاجو شويه ديال الزيتون مقطع. بالنسبه للقمه غادي نحتاجو مغرفه ديال البودره ديال الثوم، مغرفه ديال الملح، مرطب، مغرفه ديال المرطب، مغرفه صغيره ديال الكمون، مغرفه صغيره ديال التحميره، ونص معلقه صغيره ديال الابزار، ومعلقه كبيره ديال الصويا صوص. وطبعا غادي نحتاجو الورقه، وغادي نحتاجو الشعريه الصينيه. صافي البنات، هادو هما المقادير ديالي. ودابا غادي ندوزو للطريقه ديال التحضير. بالنسبه للطريقه ديال التحضير، اول حاجه البنات عملت الزيت الكافي اللي غادي نطيب به هاد الحشوه ديالي، وغادي نعمل الكفته ديالي البنات. طيب هي الاولانيه، كيف سبق لي قلت لكم البنات في الفيديو اللي سبق، فكان نحاول نطيبوا اللحم دائما هي الاولانيه. انا كنت صراحه كنشحر الخضره والبصله عاد كنضيف لها اللحم، ولكن اللحم خاصها طيب البنات اكثر من الخضره، لان ما كتكونش كتكون مضره للجسم الا كانت شي طيبه مزيان. لهذا غادي نحاول نشحر البنات الفيتا ديالي هي الاولانيه، اقل عين ونصف طيبه، وتكمل الطياب ديالها مع باقي الخضر. من بعد البنات ما تشحرت لنا الفيتا ديالنا كيف كتشوفوا مزيان، دابا غادي نبداو نزيدو في الخضيره شويه بشويه. نزيد البصله ديالي، نزيد التعدة محكوكة. التعدة البنات أنا كنعمل بزاف لأنها مهمة، خصها اللي عندو الوليدات مكيبغيوش ياكلو هيدا ملي كتكون باينة، ولكن هيدا ملي كتكون هيدا في قنيطات وفي حشوات مكتكونش باينة وكياكلوهم، فمهمة نزيدوها في هاد الأشياء هادي. صافي غنزيد قاع خضرا محكوكة حتى هي، فترة البيض غنخليه هو اخر مرحلة لانه دغيا كيطيب. صافي غادي نزيد القمة ديالي، التحميرة والكمون والبصل، وغادي نزيد هنايا بودرة ديال الثوم والملح، وغادي نزيد الصويا صوص. صافي البنات غادي نخلط الحشوة ديالي مزيان حتى تنسجم هاد القمة مع الخضرة أو الكفتة، وغادي نخليها تشحر مزيان. وآخر حاجة تقرب طيب، وغادي نزيد الفطر ديالي، وغادي نزيد وفي آخر مرحلة حتى طيب الحشوة مزيان عاد غادي نضيف الزيتون والشعرية الصينية. وهذا الناس نسيت ما ضفتوش مع الخضر اللي هي المغرفه ديال المرطب، نسيت ما ضفتش شي حتى باش نخلط على السكر. صافي ما تخدم ندوز الكريمه ديال الكامي ونخليو ما تقل.
غير النص من بعد ما طبعت الحشوه ديالي كيف كتشوفوا تشحرت مزيان، خليتها تنشفت الا قلت لكم شويه الماء بنات خليتها تشتف مزيان. صافي غادي نعملها في هذا البول هادي وغادي نضيف عليها الزيتون والشعريه الصينيه اللي طيب اللي عملتها في الماء طايب وقطعتها بالمقص حتى ولات صغيره هكذا باش ملي كنبغيو نعمل حشوه ما كتصفيش هي هذيك كتقطع. البنات غادي نخلط الخليط ديالي كامل وغادي نخلي الحشوه ديالي حتى تبرد عاد كنعمر القنيطه ديالي باش حيت الحشوه الا كانت سخونه البنات عارف كتقطع لنا الورقه. خصنا نخلي الحشوه حتى تبرد. وهذه هي الحشوه ديالي البنات من بعد خليتها حتى بردت. من الافضل كما قلت لكم البنات خليوها حتى تبرد باش ما تقطعناش الورقه ديالنا من بعد نشكلوها. صافي البنات كنجيب الورقه ديالي، اول حاجه كندهنها بالزبده كندوبوها الزبده البنات الزبده ضروري تكون مذوبه، كندهنوا بها الورقه ديالي وكنبقاو نشكلوا بها. ممكن تعملوا بهم البنات حتى بريوات، انا كنفضل الصراحه قنينطات كيجيوني مزيانين كيجيوني ساهلين كصراحه كيعجبني الشكل ديالهم وكيجيوني حتى ساهلين في الخدمه. نتوما طبعا عندكم اختيار كيف كتشوفوا، خصوصا مع هذه الورقه ديال الشينوا اللي انا مستعمله دابا فكتكون سهله يعني ما كيحتاج لا تقطع لا حتى شي حاجه وكيجيو ساهلين. كيف كتشوفوا البنات كندهن الورقه ديالي بالزبده مزيان صافي وكنعمل الحشوه الوسط وكنطني من هنا ومن هنا صافي وكنلويها. كتجي صراحه كيجيو مزيونين صراحه وكيجيو كيجي زعما معوطين. صافي البنات غادي نستمر بهذه الطريقه مع تنكمل الحشوه ديالي كامله. هنايا البنات بغيت نوريكم الطريقه اللي بغا بالنسبه للبنات اللي بغاو يحتفظوا بهم في المجمد. كنعملوا البنات في شي صينيه هيدا من بعدين مع بعضيتهم وكنعملوا فوق منهم واحدين اخر كيجيو اما بلاستيك اولا هذا ورقه ديال المطبخ صافي وكنعملوا فوق منهم اخرين كنجمدوهم عاد كنعملوهم في بلاستيكات يعني ما كنعملوهمش نيشان في بلاستيكات نجمدوهم حيت كيلصقوا مع بعضيتهم ومي كنبغيو نجبدوهم كيتقطعوا كيتفرتوا. صافي البنات هادو هما اللي غادي نطيب انا واحد احتفظت بالنص عملته في مجمد والنص هو اللي غادي نطيب. صافي البنات اول حاجه دهنتهم بالزبده كيف كتشوفوا كاملين دهنتهم مزيان صافي وغادي ندخلهم من الفران حتى يطيبوا. وهادو البنات هما لي سيكار ديالي او القنينطات ديالي كيجيو الصراحه محمرين ومكرملين والحشوه كتجي رائعه البنات كتجي غزاله صراحه لذيذه هاد الحشوه بزاف. كنصحكم انكم تجربوها ان شاء الله وانا متاكده بانها غادي تنال الاعجاب ديالكم. كيف كتشوفوا البنات القنينطات ديالي كيجيو مكرملين والحشوه غزاله ان شاء الله كيما قلت لكم تجربوهم وينالوا الاعجاب ديالكم باذن الله. وكنتمنى البنات تشجعوني باللايكات ديالكم والتعليقات ديالكم وان شاء الله نشوفكم فيديو جديد في امان الله والسلام عليكم.